أهلاً شباب، في هذا الفيديو سنريكم كيف تقومون بهذه الطريقة. كل ما عليكم فعله هو مشاهدة الفيديو إلى النهاية وتتبع كل الخطوات بالطريقة الصحيحة. الطريقة سهلة جداً والشغالة 100%، فقط لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة تقديراً لمجهودنا. لندخل مباشرة في الشرح. كل ما نحتاجه هو هذا التطبيق، هنا سأدخل وأريكم كيفية استخدامه. هذه هي واجهة التطبيق، نقوم باختيار كمية المكافآت التي نريد. أنا سأختار الحد الأقصى ونضغط على Generate. الآن ندخل User Name أو الإيميل الخاص بحسابنا ونتأكد بأن يكون صحيح. وثم نختار الجهاز الذي نستعمل عليه هذا التطبيق ونضغط Continue. ننتظر قليلا. الآن يقول لي تم التهكير بنجاح، ندخل للتأكد. وكما تشاهدون فالطريقة شغالة ومضمونة 100%. كل ما عليكم فعله هو اتباع كل الخطوات كما سبق وذكرت. لندخل مباشرة إلى طريقة التحميل. أول خطوة سنقوم بها هي التوجه إلى المتصفح الخاص بنا وندخل إلى apk20.net، مجددا apk20.net. ننزل قليلا ثم ستظهر لنا أيقونة التطبيق، نضغط عليها. بعد الدخول إلى الصفحة نضغط على Inject. فقط ننتظر. الآن تبقت لنا آخر خطوة وأهم خطوة. ببساطة الموقع يريد أن يتأكد من أننا أشخاص حقيقيين ولسنا بروبوتات، لذلك يجب أن نكمل تحقق بسيط. سوف أريكم الطريقة التي أكملت بها التحقق خطوة بخطوة، فقط ركزوا جيدا. كل ما علينا فعله هو إكمال عرضين. لإكمال أي عرض يجب اتباع التعليمات المكتوبة على العرض. أغلبية العروض في الدول العربية تكون إدخال رقم الهاتف. كل ما علينا فعله هو الضغط على العرض. إدخال رقم الهاتف. نضغط إرسال. بعدها سنتوصل برمز عن طريق رسالة SMS. نقوم بإدخال الرمز الذي توصلنا به. ثم يتم تفعيل العرض بنجاح. نقوم بهذه الخطوة مرتين لأننا مطالبين بإكمال عرضين. بعد تحميل التطبيق وعمل انستال له بالطريقة العادية، يمكنكم الآن استعمال التطبيق بالطريقة التي شرحناها في الفيديو وسينجح التهكير إن شاء الله. هذا ما كان في هذا الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك، وإذا كان عندكم أي سؤال لا تترددوا في طرحه بالتعليقات. باي.